وينضم إلينا من الخرطوم الكاتب الصحفي محمد عبد العزيز. أهلا بك أستاذ محمد على شاشة الغد. في البداية، يعني الغرض من هذه الزيارة؟ طيب، أسعد الله نهاركم ونهار السادة المشاهدين. الغرض الأساسي لهذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل أكثر تحديدا مع دولة جنوب السودان، حيث هناك أكثر من 54 سلعة استراتيجية يتم التبادل بينها بين البلدين. يفترض أن يتم خلال السنوات الماضية افتتاح 5 معابر حدودية، ولكن كل هذه الإجراءات لم تتم بشكل كبير في ظل انتشار عملية التهريب وعدم استفادة الدولتين من الفرصة الاقتصادية. حاليا هناك افتتاح لمعرض منتجات سودانية في دولة جنوب السودان، هو يعتبر الأكبر في تاريخ دولة جنوب السودان، وهي فرصة جيدة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استنادا على التواصل التاريخي والعلاقات الوجدانية بين الشعبين. مع وجود حدود، هي تعتبر الحدود الأكبر على مستوى أفريقيا، ووجود نحو 10 ملايين شخص يعيشوا على جانبي الحدود، وهي حدود ذات طابع مرن أكثر من كونها صلب. هناك العديد من المصالح، هناك قطعان من الماشية تعبر من السودان إلى جنوب السودان، والعكس، هناك صناعات واستثمارات نفطية بمليارات الدولارات بين البلدين، إضافة إلى السلع والمنتجات والخدمات التي يمكن أن يتم تبادلها بما يخدم مصلحة السيد محمد الشعب. هذا كان على الشق أو على صعيد الشق الاقتصادي، ماذا عن الشق السياسي؟ نعم، هناك العديد من الملفات السياسية المشتركة بين البلدين، أبرزها عملية السلام التي أشرفت جوبا على توقيعها بين الخرطوم والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الماضي بعد التعثر لبعض الملفات، خاصة فيما يلي ملف مسار شرق السودان. أعتقد أنه قد يتم النقاش حوله خلال الفترة القادمة. أيضا ملف السلام مع وجود الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وتعسر بدء العملية تحت التفاوض، هم ما زالوا في مرحلة المشاورات أو الجلسات أو الورش الغير رسمية لتغريب وجهات النظر. ملف السلام من الملفات الحيوية. في المقابل أيضا ملف سلام جنوب السودان هو أيضا بيد الخرطوم التي تعتبر الوسيط الرئيسي والتي نجحت في التغريب بين فصائل الأطراف جنوب سودانية. ملف السلام في جنوب السودان يواجه أيضا بعض التعقيدات والصعوبات والتي يمكن للسودان أن يدفع أو يعزز من العملية السياسية في جنوب السودان. لذلك يمكن أن نقول المصالح والترابط بين المصالح بين البلدين هو أكبر من أن يحد في مجزرة اقتصادية ملف سياسي أو اقتصادي أو تجاري. نعم، الكاتب والصحفي محمد عبد العزيز كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.